بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، وحمدا جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى مشايخنا وأساتذنا ومن انتفعنا بعلمه ومصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها وأهل الخير والطاعة، وعلى من له حق علينا من ذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. ثم يقول المصنف عمر النسفي رحمه الله تعالى: والعلم بها متحقق خلافا للصوف الطائية. والعلم بها متحقق، يعني سبق أن قال حقائق الأشياء ثابتة، ثم هنا قال والعلم بها متحقق. ماذا أراد به؟ يعني أراد المصنف بهاتين الجملتين كما أشرنا سابقا الرد على بعض الفلاسفة، لذلك صرح فيما بعد بقوله خلافا للصوف الطائية. فإذا من الذي أنكر حقائق الأشياء، ومن الذي أنكر العلم بحقائق الأشياء؟ ماذا هو دعوى هؤلاء المنكرين؟ كلها يبينها الشارح التفتازاني رحمة الله عليه. نعم، والعلم بها. ثم هنا الشارح يشرح مرجع هذا الضمير، كما هو الظاهر هذا الضمير يرجع إلى الحقائق، حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها، فالمناسب والظاهر أن يرجع الضمير إلى الحقائق، كذلك شرح الشارح، أي بالحقائق من تصوراتها والتصديق بها وبأحوالها متحقق. إذن من تصوراتها والتصديق بها وبأحوالها، من أين استنبط الشارح هذا التعميم؟ والعلم بها، هكذا ذكر المصنف. فإذن العلم والألف واللام في قوله العلم لاستغراق الأنواع بمعونة المقام. فإذن ما هي أنواع العلم؟ هذا التصورات والتصديقات، والتصديقات يكون بالشيء، يعني بوجود الشيء وبأحوال الشيء. هكذا جاء التعميم كما بيّن أحمد الخيالي في حاشيته. فاللام في العلم لاستغراق الأنواع بمعونة المقام. ما هو معونة المقام هنا؟ يعني الرد على سؤال الفرق السوفسطائية المنكرين. نعم. ثم إن الاستدلال على ثبوت الثاني وصفاته كما يحتاج إلى العلم بالثبوت، ثبوت الثاني وصفاته، الاستدلال عليه كما يحتاج إلى العلم بالثبوت. بثبوت أي شيء؟ بثبوت الحقائق، هذا الذي ذكر أولا حقائق الأشياء ثابتة، كذلك يحتاج إلى العلم بالأحوال من الحدوث والإمكان ونحوهما. نعم. إذن المراد بقوله أحوالهما، أحوال ما هي؟ هي حادثة فكذلك ممكنة مفتقرة إلى الغير، هكذا غير أزلية غير قديمة، وهكذا أحوال. هذا أراد به الأحوال. ثم والعلم بها متحقق. فإذا هناك مصلح الدين الكستلي هو أيضا شرح هذا القول، والعلم بها متحقق،
قوله من تصوراتها والتصديق بها. إذن ماذا أراد بالتصديق بها؟ أي بوجودها، التصديق بالحقائق، يعني التصديق بوجود الحقائق. ثم قوله وأحوالها، ما معنى أحوالها؟ أي ثبوتها لها، ثبوت الأحوال للحقائق، يعني تثبت للحقائق أحوال. ما هي الأحوال؟ أشرنا إليها، يعني كونها حادثة ممكنة هكذا. يريد أن المراد مطلق العلم بالشيء أعم من هذه الثلاثة. العلم خيالي، قال الألف واللام للاستغراق، هكذا استنبط التعميم. مصلح الدين يقول هذا العلم هو مطلق العلم، ليس هنا وجه لتخصيص العلم بواحد من هذه الأنواع الثلاثة. لذلك إذن من اطلاق العلم استفيد، لا بس، على كل حال هذا تعميم موجود. المراد مطلق العلم بالشيء عام من هذه الثلاثة، إذ لا دليل على تخصيصه بواحد منا كما لا حاجة إليه. ثم العلم بها متحقق، هذا مفهوم معلوم من قوله السابق، يعني حينما قال حقائق الأشياء ثابتة، فإن العلم بالحقائق معلوم من تلك الجملة. كذلك لو قال هذا العلم بالحقائق متحقق، يفهم منه، يعلم منه أن حقائق الأشياء ثابتة، يعني جملة واحدة تفيد ما يفيد تفيد الأخرى معلومة. ثم لماذا جمع بين الجملتين؟ حسام الدين يبين دعوى أن حقائق الأشياء ثابتة تتضمن دعوى العلم بثبوت جنسها، كما أن دعوى العلم بها تتضمن دعوى ثبوت جنسها. إذن على العكس، إذ العلم حقيقة من الحقائق، إلا أنه قصد الرد على طوائف السوفسطائية. نعم، هناك طوائف ثلاثة كما سيأتي، عندية، عنادية، العادرية، هكذا. فإذن أراد الرد على هذه الثلاثة صريحا، لم يرد الرد ضمنا، يعني لو أراد الرد صريحا وضمنا يكفي جملة واحدة. فإذن يكون منطوق هذه الجملة ردا على طائفة، ومفهوم تلك الجملة ردا على طائفة أخرى، هكذا تكون. ثم فقال حقائق الأشياء ثابتة، أي في حد ذاتها ثابتة، مع قطع النظر عن تعلق اعتقاد بها ردا على العنادية والعندية، هكذا فرقتان، عنادية عندية. إذن ردا عليهما قال حقائق الأشياء ثابتة في حد ذاتها، يعني في نفس الأمر. ثم وقال العلم بها متحقق، لماذا؟ ردا على العادرية، هناك فرقة ثالثة هم ينكرون أيضا هكذا. فإذن ردا عليهم قال العلم بها متحقق، فيكفي للرد دعوة التصديق بالأشياء إذ العادرية لا ينكرون. هذا أمر آخر، هذا هكذا شرح هذا. ثم يقول الشارح التفتازاني رحمه الله، وقيل المراد العلم بثبوتها للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. إذن الشارح أولا شرح وبين مرجع الضمير بقوله بالحقائق، فإذن ليس هناك أي تقدير ولا حذف ولا تأويل، بل هذا هو الظاهر وهذا معنى صحيح أيضا. لكن قيل العلم بها معناه العلم بثبوت الحقائق، هكذا بتقدير المضاف، العلم بثبوت الحقائق، هكذا قيل، هذا ليس براجح. ثم ما هو توجيه هذا القيل؟
للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. فإذا من أين استفيد أن هذا يقتضي يعني العلم بجميع الحقائق؟ معناه كما بين مصلح الدين يعني أن الأمير بها يعود إلى حقائق الأشياء، الأمير ها يرجع إلى حقائق الأشياء، وهو عام مستغرق، هذا الأمير عام وهو مستغرق، فيكون معنى الكلام العلم بجميع الحقائق، هكذا استفيد العموم بجميع الحقائق، العلم تصورا لماهياتها وتصديقا بها وتصديقها بها وبأحوالها حاصل لنا، هكذا يكون المعنى العلم بجميع الحقائق تصورا لماهياتها وتصديقها بها وبأحوالها حاصل لنا ولا يخفى فساده، هذا فاسد. لماذا؟ ليس لنا علم بجميع الحقائق تصورا ولا تصديقا بها وبأحوالها، لأجل ذلك قال هذا القائل المراد العلم بثبوتها. فإذا يكون العلم بثبوت الحقائق حقائق الأشياء. فإذا أجاب الشارح يعني هذا يحتاج إلى تقدير مضاف يعني قوله ثبوت، ومع ذلك هذا يفسد أيضا. والجواب أن المراد الجنس ليس هذا استغراق، الضمير يرجع إلى الحقائق لكن بمراد الجنس، إذن الجنس يصدق على البعض يصدق بالبعض ردا على القائلين. لماذا أراد الجنس ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق؟ هذا فرقة العذرية، هم قالوا لا ثبوت لشيء من الحقائق. فإذا وهكذا قالوا كما سيأتي يعني تفصيل دعواهم. فإذا في هذا القول إثبات حقيقة النفي، هم ماذا قالوا؟ لا ثبوت، هذا نفي، هذا نفي حقيقة. فإذا في هذا القول يوجد إثبات حقيقة النفي. فإذا سئلوا واعترض عليهم بأنكم أثبتتم حقيقة، ما هي؟ هذا حقيقة النفي. فإذا أجابوا بقوله لا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها، ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها ولا بعدم ثبوت الحقيقة. فإذا هم نفوا هذا أيضا. إذا هم قالوا بعبارة أخرى يشكون في وجود الحقيقة. فإذا سئلوا هذا شك حقيقة من الحقائق؟ فإذا لو أنتم تشكون أنتم أثبتتم حقيقة حقيقة الشك. فإذا قالوا إنهم يشكون في الشك، ثم أيضا يشكون في الشك في الشك، هكذا أجابوا وحاولوا أن يتخلصوا من إثبات حقيقة من الحقائق. نعم. ثم فإذا أراد هذا الرد العلم بها يعني بالحقائق بتصورات الحقائق، تصورات الحقائق يعني لأن هذا إنسان ماذا حقيقته؟ هذا الحيوان الناطق، هذا معلوم. كذلك التصديق بها ذكرنا يعني التصديق بوجودها، ثم هذا حيوان ناطق حقيقة إنسان، وهذه الحقيقة موجودة ثابتة، هذا الثاني. ثم يعني بأحوالها يعني هذا حقيقة حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق حقيقة حادثة حقيقة ممكنة، هكذا كل هذا معلومة. نعم. ثم خلافا للصوفسطائية، صوفسطائية سيأتي يعني حل هذه الكلمة في الأخير،
أولا يبين يعني آراءه، فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة وهم العنادية. نعم، منهم من ينكر نعم حقائق الأشياء، من ينكر حقائق الأشياء أي ثبوتها في نفس الأمر. وسام الدين بين منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم، ثم ماذا يقول؟ أنها يعني الحقائق أوهام وخيالات باطلة، وهذه الفرقة هم العنادية. ما هو يعني دعواهم؟ واضحا أوضح دعواهم هذا مصلح الدين. ويزعم أنه ليس هاهنا ماهيات مختلفة وحقائق متمايزة، فضلا عن اتصافها بالوجود وانتساب بعض إلى بعض على وجوه شتى، بل كلها خيالات باطلة وأوهام لا أصل لها، مثل ما يظهر للحالم والمبرسم. والحاصل أنهم كانوا كما ينكرون العلوم التصديقية والقضايا المتعلقة هي بها، كذلك ينكرون العلوم التصورية والماهيات المنكشفة بها. يعني هكذا كانوا ينكرون كل شيء. يزعم أنه ليس هنا ماهيات مختلفة ولا حقائق متمايزة، فضلا عن اتصافها بالوجود. لم ينكروا وجود الحقائق فقط، بل أنكروا الحقائق أيضا. ما أنكروا ثبوت الحقائق فقط، بل أنكروا نفس الحقائق. وانتساب بعض إلى بعض على وجوه شتى، بل كلها خيالات باطلة. يعني وهذه الموجودات في العالم، هذا العالم المشاهد كأنه حلم لحالم، هكذا هم قالوا. ثم وهم يعني العنادية، عنادية يعني هم معاندون، لذلك سموا بالعنادية كما بين الخيال. سموا بذلك لأنهم يعاندون ويدعون الجزم بعدم تحقق نسبة أمر ما إلى أمر آخر في نفس الأمر. هكذا يدعون الجزم، هذا عناد، مجرد عناد خالص. ويقولون ما من قضية بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة تقاومها وتماثلها في القوة. هكذا هم قالوا، قضية بديهية أو نظرية أيا كان يكون لها قضية معارضة تقاومها وتماثلها في القوة، إذن لا يثبت كلاهما. وبه يظهر أن إنكارهم لا يختص بحقائق الموجودات بل بحقائق الغلايا أيضا، فتخصيص إنكارهم لا بالذكر جري على وفق السياق. يعني هؤلاء العنادية أنكروا حقائق الموجودات كما أنكروا حقائق القضايا أيضا، لكن هذا تخصيص إنكارهم بحقائق الموجودات نظرا إلى هذا السياق. السياق يعني سياق الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته. لذلك نعم. ثم الفرقة الثانية، ومنهم من ينكر ثبوتها ويزعم أنها تابعة للاعتقاد. فإن منهم ومنهم من ينكر ثبوت، هذا قوله ومنهم عطف على قوله السابق منهم. من ينكر ثبوتها يعني هم لا ينكرون الحقائق بل ينكرون ثبوت الحقائق فقط، ويزعم أنها تابعة للاعتقادات حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر أو عرلا فعرل أو قديما فقديم أو حادثا فحادث، وهم الهندية. يزعم أنها تابعة للاعتقادات، فإذا يعني توجد حقائق
هذه الحقائق ليس لها تحقق في الحقيقة بل تحققها تابع لاعتقادنا. فإذا لو اعتقد رجل شيئا جوهرا فجوهر أو عرلا فعرل أو قديما فقديم أو حادثا فحادث هكذا فهؤلاء عندية. هذا أيضا فسره مصلح الدين. هم لا ينكرون أنفس الحقائق لكنهم ينكرون تحققها واتصافها بالوجود في نفس الأمر يعني ويعترفون ثبوتها بالنسبة إلى المعتقد. يعني في الاعتقاد موجودة هذه حقائق الأشياء موجودة في الاعتقاد فقط ليس موجودة في نفس الأمر. حتى يقولون إن العسل مر بالنسبة إلى بالنسبة إلى الممرور وحلو بالنسبة إلى غيره. فإذا رجل لو تصور العسل مرا وهو مر عنده لو تصوره واعتقده حلوا وهو حلو عنده هكذا هو أو هم قالوا. نعم ثم وهم العندية. لماذا سموا بالعندية؟ عصام الدين يقول نسبوا إلى عند بمعنى الاعتقاد. عند يأتي بمعنى الاعتقاد. فإذا عندية هذا بمعنى الاعتقادية. نعم كما يقال هذه المسألة عند أبي حنيفة رحمه الله كذا أو عند الإمام الشافعي كذا أو عند حسن البصري كذا أو عند إمام فلان عند الإمام الرازي كذا. معناه في اعتقاده هكذا في رأيه هكذا هذا معناه. إذن يكون معنى عند بمعنى الاعتقاد. فإذن هذا منسوب هذه الطائفة والفرقة منسوبة إلى عند بمعنى الاعتقاد. لماذا؟ هم قالوا بثبوت الحقائق في الاعتقاد أو تابعا للاعتقاد. ولا يخفى أنهم يلزمهم ثبوت قدم القرآن وحدوثه بناء على تحقق الاعتقادين إلا أن يقال لم يريدوا بكون الأشياء ثابتة للاعتقادات أنه يحصل له ثبوت في نفس الأمر بعد تعلق الاعتقادات بل أرادوا أن لا ثبوت لها إلا في الاعتقاد. نعم إذن لو كان هكذا ذكرنا يعني مثال العسل هذا عند واحد مر بسبب اعتقاده مرا وعند آخر حلو بسبب اعتقاده حلوا. فإذا هل يكون هناك اجتماع النقيلين؟ لا يكون اجتماع النقيلين. لماذا؟ هم لم يريدوا ولم يقولوا أن الشيء يكون حقيقته في نفس الأمر بعد اعتقاده كذلك بل معناه هذه الحقيقة موجودة في الاعتقاد فقط ليس لها وجود في نفس الأمر. هذا الذي أراد. لذلك لا يكون هناك اجتماع النقلين في الخارج في نفس الأمر. ثم بعده فإذا ردنا على هاتين الفرقتين قال المصنف أولا حقائق الأشياء ثابتة ثم وللم بها متحققة. هذا ردنا على الفرقة الثالثة صريحا كما بين سابقا آنفا. ثم وهم ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا بثبوته ولا ثبوته ثبوت شيء ولا ثبوته عدم ثبوته ينكرون العلم. ردا عليهم قال العلم بها متحقق. العلم بها يعني بهذه التصورات ثم بوجودها هذا تصديقات ثم بأحوالها يعني كونها ممكنة حادثة هكذا كلها معلومة. ثم ويزعم فإذا هذا الرجل يزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك وهلم جرى هكذا يجري. فإذا هذا يزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك هنا يعني سئلوا أنتم أثبتتم حقيقة الشك
فإذا قالوا لا بل نحن شاكون في أنهم شاكون هكذا أجابوا وهم لا أدريتوا هؤلاء لو سئلوا عن شيء يقولون لا أدري لأجل ذلك سموا بألا أدريتي من هذه الثلاثة يعني أمثل الطريقة هذا طريقة لا أدرية هكذا يقول مصلح الدين واللا أدرية أمثل طريقة منهما يعني من الإندية والإنادية لماذا؟ حيث توقفوا عند اشتباه الأمر لديهم عندهم اشتباه الأمر عندئذ توقفوا واشتباه والتباس الحال عليهم والعنادية أسوأ حالا لماذا؟ حيث رفضوا الشهادات القوية والمشاهدات الجلية بشبهة فاسدة ومغلطة كاسدة هكذا فإذن الإندية يعني بينهما ومع ذلك مع أن الأدرية أمثل طريقة يعني دواهم فاسد لا شك لذلك مصنف رد عليهم ثم لنا تحقيقا ثم ماذا دليلنا؟ في إثبات دعوانا لنا هذا تعبير عن الدليل يعني دليلنا لنا دليلا هذا هو يذكر بعده دليل يعني على طريقين على طريق التحقيق وعلى طريق الإلزام لذلك أولا قال لنا تحقيقا ماذا أنا نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان وبعضها بالبيان نجزم بالضرورة الضرورة يعني كما ذكرنا سابقا هذه مشاهدة كذلك إدراك بالحواس بثبوت بعض الأشياء بالعيان هذا ثم هنا كرر وبعضها بالبيان نعم بينه عسام الدين دفع شبهة لا أدرية به ظاهر أما دفع شبهة العنادية والعندية به إما بأن الجزء حقيقة من الحقائق وقد ثبت من غير أن يتعلق به اعتقاد نعم هكذا وبهذا يعني ردنا على هؤلاء الثلاثة لماذا؟ هذا نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان وهذا ردنا على الأدرية هذا الضروري لا ينكر بل هم أنكروا الضرورية كما ينكر واحد أن اليوم الوقت نهار كذلك دعوى الأدرية ثم بعد ذلك فيه رد على يعني الإندية والعنادية أيضا لماذا؟ بأن الجزم حقيقة من الحقائق وقد ثبت من غير أن يتعلق به اعتقاد العنادية قالوا لا حقيقة فإذا نقول لا النجزم بالضرورة هذا الجزم بالضرورة حقيقة من الحقائق هذا موجود وكذلك يعني ثبت من غير أن يتعلق به اعتقاد هذا رد على الإندية ثم بعده إلزاما لنا إلزاما فإذا هذا دليل الإلزام ما فائدته لا مناظرة مع أنه لا مناظرة مع هذه الفرق الثلاثة الإندية والإنادية واللا أدرية لا يمكن المناظرة معهم كما سيأتي التصريح من الشارح به فإذا ماذا يفيد هذا الدليل الإلزامي حفظ الطالب للحق عن فسادهم ليس هذا الدليل للمناظرة معهم وإلزامهم في المناظرة بل لحفظ الطالب للحق الذي يطلب الحق حفظه عن فسادهم وإلا يمكن أن يقع في فسادهم لأجل حفظ طالب الحق عن الفساد هذا الدليل الإلزامي نعم أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت فإذا يسألون إن لم يثبت نفي الأشياء الأشياء
منفيه او ثابته هكذا يسالون. اذا هل يمكنون ان ينفوا الاشياء؟ لا يمكنون. فاذا لم يتحقق النفي الاشياء فيتحقق ضده، ضد نفي الاشياء ما هو؟ هو ثبوت الحقائق، هذا فقد ثبتت يعني اشياء ثبتت. وان تحقق والنفي حقيقة يعني لو تحقق نفي الأشياء عندهم يسألون ماذا عندكم؟ هل يتحقق عندكم نفي الأشياء؟ لو أجابوا أن نفي الأشياء لم يتحقق معناه أن الأشياء ثبتت. وإن أجابوا أن نفي الأشياء تحقق وثبت والنفي حقيقة من الحقائق لكونه نوعا من الحكم وهو حقيقة فقد ثبت شيء من الحقائق، وهم ينكرون يعني الحقائق كلية. فإذا يكفي في نقله إثبات حقيقة يكفي هكذا يعني النقل سالب جزئية. لا يعني عندهم النفي يعني سالب كلية نقيلها موجب جزئية. فإذا يكفي إثبات حقيقة من الحقائق فلم يصح نفيها على الإطلاق. ثم ولا يخفى أنه إنما يتم على العنادية. نعم، وهم الذين أنكروا حقائق الأشياء مطلقا. فإذا هذا الإلزام يتوجه عليهم. نعم، قالوا الضروريات منها حسيات. ثم هذا قالوا، من قال هذا؟ اللا أدرية قالوا الضروريات منها حسيات، والحس قد يغلط كثيرا كاللحول، يرى الواحد اثنين، والصفراوي يجد الحلو مرا، ومنها بديهيات وقد يقع فيها اختلافات. نعم، هذا من هنا يحكي الشارح دليلهم ثم يرد عليهم. إن شاء الله نقرأ في الدرس الآتي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.